السلام عليكم المرضيين والمرضيات، كيف الأحوال؟ نتمنى تكون طيبة. بالنسبة للحادقات، كاين شي حداكات هاد الصباح؟ درتي شي عجينة؟ طيبتي غداك؟ ضربتي شي جفيفة؟ كنتي درتي هادشي؟ تبارك الله عليك، مازال يلا فقتي توقدي شوية ونوضي ضربي واحد الجمعة للدار، ودير واحد كويس اتاي ولا كويس قهوه وبسيط نغمي عليه قدام شي مسلسل ولا شي حاجه. المهم هذا هو السيستم ديالي. تبارك الله عليكم. المهم اللي درت هذا الشيء كنقول لك انا من هذا المنبر هذا، تبارك الله عليك ايتها الام على الحداقات ديالك، ايتها المراه بشكل عام. المهم هليا فوليداتك، منقيه دارك، مطيبه ماكلتك، تبارك الله عليك. المهم في هذا الفيديو هذا بغيت نشارك معكم كيكو غوبا اللي كنصيفط مع الوليدات ليكول كافكار، تبارك الله. ونتمنى كذلك الى عندكم افكار تبارطاجيوها معنا في التعليق. كنعتمد خاصه في الغداء، ما كنعتمد شي حاجه اللي تكون فيها لاصوص ولا شي حاجه اللي تكون هكا ميدمه ولا فاسكه على الوليدات، باعتبار لاج ديالهم ما بين 3 سنين 4 سنين 5 سنين، فما كيخصهمش داك الدشلاخ ويوسخ حوايجو، ولا ما كنبغيش حتى واخا كيكون معاهم المرافقات، يعني ما كتبغيش انك ديري شي حاجه اللي تبرزطهم. وهذا واش وصفات راه كيف ما كتشوفوا خفافين ظرافين ديال ولاد الشعب، بمعنى ما كنحاولش ندير شي اشياء. كاينين شي امهات الله يهديهم خصني نبان، ولدي خصو يبان في ليكول، اولا فحال في واحد الام كنت شفتها شنو كدير، ولدها غيكون عنده الكونتوني النهار كامل، كتصيفط معاه باكيه كامله ديال الفرماج، وفي واحد النهار وصلت انها مشات للاداره تشكات ان لا كتنقصوا لولدي الفرماج، ولا علاش لا غنعطيه انا باكيه ديال الفرماج، وعلاش غنعطيه مثلا باكيه ديال البسكوي كامله، وعلى يا معطيه الكميه اللي غتكفيه. وانا كنفضل بالنسبه ليا انا الوليد ديالي نعطيه داك الشيء فقط اللي غيحاول يشبعو ما يخليهش جيعان، وفاش كيجي عندي الدار عاد كنعاود نعطيه ياكل، وكنحطو قدامي وكنشوف شنو كياكل وكنعطيه اللي خصو يتعطى. هذا ما كان بالنسبه لدوك الترموسات، راه جربت انواع كثيره بالنسبه للترموسات، كندير فيهم يا اتاي الحليب. في اخر الفيديو غتشوفوا عندي انواع اخرين غنهضر لكم عليهم ونقول لكم فاش كاين المشكل. وبالنسبه لهاد الترموسات كنصيفط يا اما اتاي يا اما الحليب، وليت غالبا كنعتمد اتاي. علاش؟ بعض المرات مع الترونسبور كيمشيو مساكن كيخلاو كيتمخضوا، واخا انا الطراجي ما عنديش بزاف، مي لاحظت شحال هادي فاش كنعطيهم الحليب بعض المرات تيردوا ليا في الترونسبور، فوليت تنحاول نقللو قدر المستطاع، ولكن كنعطيه ليهم كيبقى ليهم سخون. المهم ها نتوما كتشوفوا معنا كنعتمد اشياء كيف ما قلت لكم، راه كنعاون راسي بانني كنوجد وكنحط شويه في الفريغو، بحال داك الخبز ديال الساندويتش كيهنيني بزاف، يعني ملي كنتلف كنتلف ما كنلقى ما ندير، كتكون عندك شويه الكفته شويه ديال سوا السوسيس سوا الصدر الدجاج سوا، يعني كتصبحي الصباح كتشحريهم كديري شويه الفرماج كتبريسيه البانيني دونك هذا وكتصيفطيه معاهم، يعني اشياء سهله بسيطه بالنسبه للديزير، كتنوعي على حسب شنو كاين، مره التفاحه مره الخوخ مره المشمش مره ميم اش كيقولوا ليه، المهم كتنوعي الغيزان الباستيك. المهم راكم فهمتوني، كتحاولي تقطعي لهم الا كانت شي حاجه كتحتاج تصيفطي معاهم كفريشطات ولا شي حاجه، الحاجه اللي ما تبسخش ليهم يديهم كيف ما قلت لكم. وهانتوما نخليكم مع الصور. كما شفتوا هنايا ممكن كذلك كنصيفط لي فوي ساك الكركاع اللوز، ممكن لاكاجو، شنو اللي موجود عندي هنا في الدار، يعني ما كنصعش بعد ما التمر، التمر ما بقاش عندي ولكن جاي ان شاء الله في الطريق للموسم ديالو التمر، كنجيب كميه وكنخليها عندي وكتدي لي تقريبا العام ما شاء الله مع الوليدات كيحتاجوا، يعني انا بالنسبه ليا التمر حاجه مهمه على طول العام، يعني مع الوليدات كل مره كياكلوا شويه. كيف ما قلت لكم بات بيتزا كنحاول تكون عندي في الفريغو، يعني كيكفي غير لاصوص، ميم لاصوص بعض المرات كنحضرها وكنخليها عندي، كيبقى لك شويه ديال البصيله شويه ديال عفوا شويه ديال الفرماج صافي، يعني وجبات كتعجبهم، يعني بعض المرات ماما ديري لينا هذه ماما ما عجبتنيش هذه، كذلك كنبقى نحسن من النوع
على حساب شنو كيبغيو هما. ها نتوما كتشوفوا معايا الكاب كيك، حليوات، حليوات في الدار مصايبين ريش بوند، دوازاتي، انا من داك النوع اللي دوازاتي كذلك ما كيخطانيش في الدار، كنحاول يعني كذلك تصيفطيه معاهم شي حاجه اللي هي مزيانه ليهم وصحيه. بعد المرات التورطيه كيف ما قلت لكم، التورطيه اللي كنكون صايب غير بالبطاطا والبصله وهذا كتعجبهم بزاف، يا اما كنديرها لهم وسط خبيز وكنبريسيها، يا اما في هذا النهار هذا درتها لهم غير هكاك وصفت معهم شويه الخبيز. بغاو ياكلوا الخبيز هذا، بعد مرات كياكلوها غير بالفرشيطه ولا هذا، ممكن تاكلوها غير بالفرشيطه باعتبار كيكون فيها البطاطا. وهذا مكان وهنايا غنهضر لكم على لي تيرموس اللي استعملت، هادو من نوع اللي استعملت، وكذلك استعملت قراعي ديال الماء، وما شاء الله على سيغتو الوليد كيهرس ليا كلشي. هاد لي تيرموس هادو عام تقريبا ما كملوش ليا. شنو كيدير الوليد؟ داك الراس ديالهم فاش كيشربوا تيهرسوا، كيبقى يغزو بسنانو تيهرسوا، يعني دغيا ضيعهم ليا. البنيته شويه كتحافظ، ولكن حتى هي المهم شويه بشويه هرساتهم ليا. داك الرويس كيتهرس، هانتو كيف ما شفتوا هذيك اللعبه الفوقانيه، هذه مناش كتهزيها هرسها، هذيك الاولى. من بعد ملي هرسها ما لقى ما يدير، بدا كيوصل انا يهرس الراس مناش كيشرب. هادو استعملتهم في وسط العام، زدت شريت ما نفعوليش معاه ما شاء الله. هاد العام استعملت هاد النوع هذا اللي ما فيهش الراس، كيشرب منه، ولكن شوفوا شنو دار ليا. يلا يحري يلا، لا شهر دابا ما كاملش باش بداو كيزدح ليا في الكارطابل ديالو، ميم جو بونس في ليكول كيبدا يزدح، هي قشر ليا الغلاقه كامله. كنعيا ما نهضر معاه، كتحاولي تمشي معاه غير بالسياسه ما شاء الله. داك النوع الكبير، هذيك الترموسه ديالي كنت خديتها من داك اللي حدا مرجان ديال سبور ديكاتلون، ديكاتلون كنت خديتها يعني ب 80 درهم، والله الا دات ليا صافي دابا عامين باش خديتها، زوينه. الوليدات هادو لاحظ زوينين، فيهم هاد البوطون هادي اللي الفوق كتبركي عليها كتكوب اولا كتسديها، ولكن الوليد ما شاء الله بمعنى هادي اللي في الكحل ما خداماش ليه. ختو عند هذيك في اللون لارجونتي بحال ديالي انا، هادي راها لحد الان مزيانه. واش هو ما شاء الله عليه حراكي وما عرفتش حتى حاجه ما كتصغ، اما قراعي الماء والله الا شريت ونوات دوك اللي فحال هادو الراس ديالهم فحال هاد لي تيرموس، يعني كتشربي منهم هرسوهم ليا سورتو. هو دوك العاديين اللي كتحلي وتشربي حتى هما هرسوهم، دابا وليت كنعتمد مره كناخذ غير قراعات من الحانوت واحد يعني كيشربوا بهم وكتعاودي تبدليهم. الا عندكم افكار، عندكم شي نوع معين خاصه في قراعي الماء، ميم هاد التيرموسات هادو قولوهم لينا. المهم خليت لكم راحه الله، ونتمنى ان تكونوا استفدتوا معايا، والى فيديو قادم.